وصلنا لفقرتنا الثانية وهي مساحتنا الثقافية. اليوم بصباحنا رح نتعرف أكثر عن مجلة الحياة المسرحية. هاي المجلة اللي بتصدر عن مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة. لنحكي أكثر عنها ضيفنا لليوم الأستاذ جوان جان، وهو رئيس تحرير مجلة الحياة المسرحية. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك أستاذ مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك. بداية، قبل ما نخوض بالتفاصيل والعناوين، خلينا نعرف عن تاريخ المجلة. طبعا مجلة الحياة المسرحية هي واحدة من المجلات التي تصدرها وزارة الثقافة منذ سبعينيات القرن الماضي. طبعا بعد إصدار الوزارة لمجلتي المعرفة ومجلة الأطفال أسامة في الستينيات، كانت هناك حاجة ماسة لإصدار مجلات متخصصة بالفنون عامة، المسرح والسينما والموسيقى والفن التشكيلي. فكان أن صدرت طباعة مجلات متخصصة بهذه الفنون، كانت أولها مجلة الحياة المسرحية التي صدر العدد الأول منها في العام 1977. وفي ذلك الوقت في الواقع يعني كانت الحياة المسرحية صاخبة، فلنقل في دمشق وفي المحافظات كان هناك المسرح القومي يعني في أوج تألقه. أيضا كانت العروض المسرحية، عروض المسرح الخاص أيضا كثيرة ومتعددة، بالإضافة إلى يعني تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية في ذلك الوقت والانعقاد الدائم لدورات مهرجان دمشق المسرحي. كل هذه العوامل يعني كانت بحاجة إلى وسيلة إعلامية تغطي مجمل هذه النشاطات، فكانت أن ولدت مجلة الحياة المسرحية. طيب أستاذ، اليوم عم نحكي عن مجلة يعني لها تاريخ عريق، هي خبرتنا أنها موسمية فصلية تصدر مرة كل 3 أشهر. طيب ممكن شوي بعد إذنك خلينا هيك من خلال حضرتك اليوم نستعرض شو هي أهم المواضيع اللي ممكن أي حدا يفتح المجلة أنه يستفاد منها. تمام، هناك أبواب ثابتة في المجلة. هناك باب للنصوص المسرحية، نشر في كل عدد عدة نصوص مسرحية سواء مؤلفة محليا أو مترجمة. أيضا هناك متابعات دائمة للنشاط المسرحي في سوريا في دمشق والمحافظات، ويعني نحاول الإحاطة بمجمل الأعمال المسرحية التي تقدم من عروض ومن مهرجانات، أيضا من ندوات ومن إصدارات حديثة على صعيد المسرح تحديدا. طبعا هناك أبواب ثابتة أخرى مثل نوافذ على المسرح العربي، في هذا الباب نحاول الإحاطة بمجمل النشاط المسرحي العربي خلال عدة أشهر. أيضا هناك باب للدراسات وللأبحاث وللحوارات، يعني كل ما يخص المسرح. أستاذ، لما بنحكي اليوم عن تاريخ عريق لمثل هي المجلة وسنين طويلة من العمل والجهد، كمان بنحكي عن تغيرات العصر وتطور التكنولوجيا اللي دخل على كل مناحي الحياة. كيف أثر هذا الشيء إن كان على المجلة وإن كان حتى على الأنشطة الثقافية؟ مثل ما تفضلت وحكيت لما كان المسرح بأوجه، هل بتشوف هذا الشيء بعده مستمر وكيف تعاملتوا مع موضوع التكنولوجيا؟ يعني يفترض أن موضوع التكنولوجيا يؤثر إيجابيا على كل مناحي الحياة، هذا من الطبيعي. وفي الواقع بالنسبة لمجالاتنا يعني التكنولوجيا أثرت إيجابيا إلى حد كبير. نحن الآن بالإضافة إلى النسخة الورقية، أيضا هناك نسخة من المجلة الإلكترونية تنشر بعد صدور النسخة الورقية. بس ما أثر على مبيعات ممكن المجلة أو حتى على عدد؟ لا طبعا لا، يعني هي بالعكس، يعني المجلة نطبع أعداد قليلة منها وهي مطلوبة يعني في المحافظات، بالعكس هناك نقص كبير في الأعداد المطبوعة والحاجة أكبر من ما يطبع من أعداد. طبعا النشر الإلكتروني يساهم في انتشار المجلة في الأماكن التي لا تصل إليها، خاصة خارج حدود الوطن في الدول العربية. المجلة مطلوبة بشكل دائم، وفي أي مكان نذهب فيه في الوطن العربي دائما السؤال الأول، هل جلبتم معكم أعداد من مجلة الحياة المسرحية؟ طبعا بالإضافة إلى يعني الموضوع التكنولوجي، مثلا سهولة الحصول على الصور الفوتوغرافية التي هي عنصر هام من عناصر الإصدار. لاحظنا هيك أنه بس عنا الطبعة الخارجية هي ملونة، يعني الأمبلاج تبعها ولكن كله بالأبيض والأسود. طبعا ربما هذا من الأعداد النادرة في السنوات الأخيرة بالأبيض والأسود بسبب ظروف تقنية، ولكن بالعموم نحن نصدر بالألوان منذ حوالي 15 عاما. ربما هذا يعني للصدفة من الأعداد النادرة التي فقط بالأبيض والأسود لأسباب تقنية. طيب أستاذ، خلينا نحكي عن فريق العمل.
يوم هاي المجلة هي بدها أنه فريق عمل يكون يواكب الأحداث ويواكب التطورات الموجودة على الأرض الفنية المسرحية وكل الجوانب اللي ممكن نشوفها ضمن هاي المجلة. خلينا نحكي عن فريق العمل وشو هو الإمكانيات اللي عنده. طبعا فريق العمل نحن لدينا مراسلون في معظم المحافظات السورية وفي ربما بعض المحافظات هناك أكثر من مراسل يراسل المجلة من الزملاء الإعلاميين والنقاد و الباحثين، بالإضافة إلى المراسلات التي تأتينا من أنحاء الوطن العربي. هناك أيضا نقاد وكتاب عربي يراسلون ويكتبون في المجلة بشكل دائم، ويعني نحن من خلال هذه الشبكة من المراسلين نحاول الإحاطة بمجمل النشاط المسرحي سواء في سوريا أو خارج سوريا. حكينا أستاذ عن يمكن الأبواب الثابتة بالمجلة اللي محافظين عليها رغم السنوات الطويلة، خلينا نحكي عن المتغيرات اللي ممكن تدخل على المجلة، شو ممكن يكون فيها أخبار؟ مثلا من الأمور الطارئة يعني قضية كورونا وتبعات كورونا وتأثيرات كورونا على مجمل النشاط العام وبالتحديد النشاط الثقافي، فوجدت أنه من المناسب في هذا العدد الأخير أن نفرد ملف عن تأثير كورونا على الحركة المسرحية سواء في سوريا أو في العالم حتى عموما. على الإصدارات أستاذ، كيف أثرت جائحة كورونا على مجلة الحياة؟ إذا هي لم تؤثر في الواقع، يعني نحن يعني استمرينا في الصدور في المجلة ولم نتوقف بسبب كورونا على الإطلاق، ويعني خلال السنوات الثلاث الأخيرة ربما حتى ازدادت وتيرة الإصدار. كان في جانب توعوي لموضوع الجائحة؟ لا، يعني نحن كما قلت لك في العدد الأخير خصصنا ملف عن تأثير كورونا على الحركة المسرحية في سوريا وفي الوطن العربي، وكيف يعني أوقف هذا المرض النشاط الثقافي لفترة محدودة من الزمن، وعاد الآن النشاط الثقافي عامة والمسرحي خاصة يعني مع وجود بعض يعني احترازات الصحية كما تعلمين في المسارح وفي دور الثقافة بشكل عام. نعم، حضرتك ذكرت المسرح، من خلال تجربتك الطويلة بالمسرح وخشبة المسرح اليوم كيف عم تقيم واقع المسرح في سوريا؟ هناك حراك واضح في الحركة المسرحية في سوريا سواء في دمشق أو في المحافظات، هناك مهرجانات مستمرة كانت موجودة قبل الحرب على سوريا، توقفت لفترة محدودة لعام أو عامين ولكنها عادت. أيضا في فترة الحرب ظهرت مهرجانات جديدة مسرحية لم تكن موجودة مثل مهرجان السويداء المسرحي ومهرجان الحسكة المسرحي ومهرجانات المونودراما في حلب وفي حما، طبعا بالإضافة إلى استمرار مهرجان الطفل السنوي الذي يقام في جميع المحافظات في العطلة الانتصافية وتظاهرة فرح الطفولة التي تقام في عيدي الأضحى والفطر. طبعا هذا عدا عن النشاط الروتيني فلنقل فرق المسرح القومي في دمشق والمحافظات التي لم تنقطع أبدا. أستاذ، خارج القطر كمان في حال وجود بعض المهرجان، هل يمكن تغطيتها؟ هل يمكن أنه تتناولها المجلة بتفاصيل وشو هي الفائدة اللي ممكن نحن نحصل عليها؟ طبعا إذا كان هناك في المهرجان من هو على تماس وصلة مباشرة مع المجلة فإنه يكتب للمجلة بشكل مباشر، إن لم يكن هناك تماس مع أحد من المشاركين في المهرجان نحن بالإمكان من خلال الانترنت أن نأخذ معلومات من عدة مواقع عن هذا المهرجان، وفي المحصلة نحن لا يمكن أن نهمل أي فعالية مسرحية سواء في سوريا أو خارج سوريا. اليوم هاي المجلة شو عم تقدم للشباب الجدد بموضوع المسرح والموجودين على خشبة المسرح؟ هل عم يتم دعمهم من خلال هاي المجلة؟ طبعا نحاول في كل عدد أن نلقي الضوء على مجمل النشاط الشبابي المسرحي في المحافظات مهما بلغ من تواضع على صعيد المستوى. أعتقد أن أي محاولة مسرحية شبابية هي بحاجة للدعم، بحاجة لإلقاء المزيد من الأضواء عليها بهدف تطويرها، يعني إن لم يقوم الإعلام بهذا الدور فالحركة الثقافية عامة والمسرحية خاصة لن تتطور. المسرح بحاجة للإعلام والإعلام أيضا بحاجة للمسرح، وبالتالي نحن نحاول أيضا دائما أن نفرد يعني مساحة للتجارب الشبابية خاصة على صعيد الكتابة. يعني في هذا العدد بالتحديد نشرنا نصين مسرحيين الفائزين في مسابقة الشباب المسرحية التي أقامتها مديرية المسارح والموسيقى في العام الماضي، نشرنا النص الأول الحائز على المركز الأول في مسابقة النصوص الموجهة للكبار والنص الأول في مسابقة النصوص الموجهة للأطفال.
بدنا نشكرك أكيد كل الشكر على وجودك معنا لليوم. بدنا نتمنى التوفيق لكل كادر العمل والمراسلين وكل شخص يمكن ساهم حتى بخبر صغير أو حتى يورجينا نحن شو هي الحياة المسرحية ويلقي الضوء على هذا الموضوع اللي نحن يمكن بأمس الحاجة أنه يستمر ويتطور بأحلى شكل. سنوات طويلة من العمل. بدنا نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله يا رب السنين الجاية بتحمل معك كل التوفيق. شكرا لك. شكرا لاهتمامكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا أستاذ جوان جان رئيس تحرير مجلة الحياة المسرحية. شكرا لحضورك. شكرا لك. وما بدي زيد كثير على كلام فرح. كثير بحاجة اليوم نحن ندعم المسرح ونرجع الجمهور، هذا الجمهور يلي فقدناه على المدرجات. صحيح. العروض مثل ما ذكرت حضرتك متواضعة ولكن بحاجة لدعم. إيد بإيد أكيد رح نقدر نرجع حياة المسرح. أكيد. من أول وجديد. شكرا أستاذ. شكرا لكم. أهلا وسهلا بحضرتك.